الحمد لله والشكر. اليوم 15/11/2016 من فضل الله وبركاته صلينا صلاة العشاء في المسجد الأقصى، وقبلها صلينا المغرب في مسجد قبة الصخرة. وأمان الحمد لله ولا فيه مشاكل. تطلع من المسجد البوابة الرئيسية الشمالية، يكون بوجهك مسجد الصخرة، مسجد قبة الصخرة. هذا مسجد الصخرة القدس، هذه القبة ما شاء الله فيه دروس. بعد 10 دقائق يأذن العشاء، صلينا المغرب الحين، صلى يتقبل. يقول فأسجد له ثم يفتح الله عليك ويقول تبركوا فيها، دخلوا فيها تبركوا فيها لحمد الله كيف يحمد الناس. هذا حنا بمسجد الأقصى، أذن عليها مباشرة أذان العشاء. ما شاء الله ورايحين لمسجد الأقصى من مسجد القبة، ما شاء الله تبارك الرحمن، كله شجر زيتون. رايحين نصلي في المسجد الأقصى العشاء بعد ما صلينا المغرب، ولله الحمد والمنة. أكبر زيت وضو هني. هذا مسجد القدس، الصلاة فيه عن 500 حسنة. هذه الباحة اللي حواليه والعالم. الأقصى القديم سبع بعض ما لقى ربعنا ورشده. هي هذه الباحات، هذا المسجد.